منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لفيدرالية إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي باستقبال رسمي، وبين البلدين تأكيد على فتح خط جوي مباشر في أقرب وقت بين الجزائر وأديس أبابا والاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الفريق أول سعيد شنقريحة على النجاح الباهر للمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، وتتويج فريقنا الوطني العسكري بطلا في هذه المسابقة العسكرية المرموقة. تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، قطاع التربية يجتمع بممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، وفي النشرة نتابع عملية التحضيرات لإنجاح الدخول المدرسي في كل من ولايات تيسمسيلت وبومرداس، والتلفزيون ينقل ظروف التكفل بمتضرري الحرائق الأخيرة بجيجل. أهلا بكم من جديد. في المستهل، خص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. الوزير الأول الأثيوبي استعرض بالمناسبة تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. ليصافح بعدها السيد أبي أحمد علي الوزير الأول الإثيوبي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وبمقر رئاسة الجمهورية دائما تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي. بعدها أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع الوزير الأول الإثيوبي الدكتور أبي أحمد علي محادثات موسعة، وقد حضر المحادثات عن الجانب الجزائري كل من الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمضان العمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة. وفي بيان لرئاسة الجمهورية وخلال استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لفيدرالية إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي، تم التأكيد على فتح خط جوي مباشر في أقرب وقت بين الجزائر وأديس أبابا، مما سيسمح بتبادل الزيارات بين مسؤولي القطاعات للدولتين. كما تم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة حجم تبادل المنتوجات الوطنية بين البلدين، لا سيما في الصناعات الغذائية، الصناعة الصيدلانية، التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. وفي إطار زيارة الوزير الأول الإثيوبي إلى الجزائر، تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان مع نظيره الإثيوبي بليتا مولا وزير الابتكار والتكنولوجيا حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين. كما تباحث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة مع وزيرة العمل وتنمية المهارات مفريات كميل سبل دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
هذا وقام الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية لفيدرالية إثيوبيا أبي أحمد علي رفقة كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة ووزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن بحمد وإطارات من الوزارة بزيارة وحدة إنتاج الحراش التابعة لمجمع صيدال، حيث تم تقديم عرض مخطط تطوير المجمع وتوجيهه نحو إنتاج مواد صيدلانية بيوتكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية. عقب ذلك توجه الوفد إلى وحدة الإنتاج المتخصصة في الأشكال الجافة بأربعة خطوط إنتاجية بطاقة إجمالية تزيد عن 40 مليون وحدة من الأدوية سنوياً، حيث تمكن الوفد من الوقوف على مستوى التحكم التكنولوجي ومدى احترام الممارسات الحسنة للتصنيع. هذا وأنهى أمس الوزير الأول للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا أبي أحمد علي زيارته الرسمية إلى الجزائر والتي دامت يومين، وكان في توديعه بأرضية مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رفقة أعضاء من الحكومة. حل أمس بالجزائر رئيس جمهورية غينيا بيساو السيد عمارو سيسوكو أومبالو في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، وكان في استقباله بأرضية مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة. وطبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 07 والثانية 92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، شملت تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و10 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، إلى جانب تكليف 5 إطارات قضائية بوظائف أخرى، وكذا إنهاء مهام 14 رئيس مجلس قضائي و4 نواب عامين. وقد جاءت الحركة كالآتي: رؤساء المجالس القضائية مجلس قضائي أشلف يوسف بوخرسة، مجلس قضائي أم البواقي الأخضر سلام، مجلس قضائي باتنا ناصر بيوض، مجلس قضائي البويرة محمد بالعربي زحماني، مجلس قضاء تلمسان عز الدين بن شهيدة، مجلس قضاء التيارت الطيب أبو بكري، مجلس قضاء تيزي وزو محمد صالح شبيرة، مجلس قضاء الجزائر كمال غزالي، مجلس قضاء الجلفة عبد الله شناح، مجلس قضاء سطيف عز الدين العرفي، مجلس قضاء سعيد الهواري بن علال، مجلس قضاء سكيكدا سامي طير، مجلس قضاء قال ما أمال بالقدوم، مجلس قضاء سيدي بالعباس ديدونا محمدي، مجلس قضاء قسنطينة عبد الحميد بن موسى، مجلس قضاء المدية محمد حدود، مجلس قضاء المسيلة عبد العزيز عياد، مجلس قضاء ورقلة عمر موني، مجلس قضاء وهران حميد شطاح، مجلس قضاء بومرداس مختار بوشريط، مجلس قضاء تندوف صالح بن قلية، مجلس قضاء تيسمسيلت عبد القادر عمران، مجلس قضاء خنشلة صالح طلال، مجلس قضاء ميلة عمارة جافي، مجلس قضاء عين الدفلة رشيد علان، مجلس قضاء عين تموشنت محمد صبيات. النواب العامون لدى المجالس القضائية: مجلس قضاء شلف حميد طاهير، مجلس قضاء باتنا مصطفى بن عنان، مجلس قضاء بجاية الأزهر حمامدة، مجلس قضاء تيارت عبد القادر البعير، مجلس قضاء الجزائر موسى عثمان، مجلس قضاء سطيف فيصل زردازي، مجلس قضاء سعيدة إسماعيل قديدر، مجلس قضاء قالمة لحسن سعادي، مجلس قضاء قسنطينة عمر قلالي، مجلس قضاء المدية زهير طالبي،
مجلس قضاء مستغان محمد مراح، مجلس قضاء المسيلة جمال نعيجاوي، مجلس قضاء وهران عمر جناوي، مجلس قضاء الطارف أحمد ميهوبي، مجلس قضاء عين الدفلة يوسف ناصرة، مجلس قضاء عين تموشنت محمد معطلة. تهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة على النجاح الباهر الذي حققته المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، والتي برهنت على قدرة الجزائر على تنظيم هذا النوع من التظاهرات. وجاء في رسالة التهنئة: على إثر النجاح الباهر الذي تكللت به المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 المنظمة لأول مرة بالجزائر في الفترة الممتدة من 15 إلى 27 أود 2022، يطيب لي أن أتوجه بتهاني الحارة إليكم ومن خلالكم إلى كافة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي الذين ساهموا بجهودهم المضنية والمتفانية في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الدولية. وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن هذه التظاهرة الدولية ستجسد دون ريب الهدف الأسمى المرجو منها، ألا وهو تواصل الجيوش والتضامن فيما بينها خدمة للتطور والسلم في العالم. كما تابع رئيس الجمهورية قائلا: مما زاد من بهجتنا تتويج فريقنا الوطني العسكري بطلا في هذه المسابقة العسكرية المرموقة وانتزاعه عن جدارة واستحقاق للمرتبة الأولى حسب الفرق من بين 15 فريقا يمثلون دولا لها باع طويل في هذا الاختصاص. وقد برهنت هذه النتائج الباهرة المحققة خلال فعاليات هذه المنافسة الدولية، مثلما أكد الرئيس تبون، على قدرة الجزائر على تنظيم هكذا تظاهرات، وأن الجزائريين حين يضعون نصب أعينهم مصلحة الجزائر وحين يتعلق الأمر برفع رايتها الوطنية خفاقة في السماء فلن تثنيهم عن رفع التحدي والوصول إلى الغايات المنشودة أي عوائق مهما بلغت درجة صعوبتها. واختتم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن هذا النجاح الذي بقدر ما أفرح وأبهج كافة أفراد قواتنا الباسلة فإنه أثلج قلوبنا جميعا وأدخل السرور والفرحة على قلوب الجزائريين، ويستحق منا بأن نجدد تقديرنا وعرفاننا لكل من ساهم فيه من قريب أو من بعيد، راجيا بأن تكون هذه النتائج قدوة طيبة ومثالا حسنا لتحقيق المزيد من الانتصارات والمزيد من التمثيل المشرف، ليس فقط فيما يتعلق بالرياضة العسكرية بل وأيضا فيما يخص عموم الرياضة الوطنية. تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، عقد أمس وزير التربية عبد الحكيم بلعابد اجتماعا للتشاور والتنسيق مع ممثلي عدد من جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة. يتعلق الأمر بالجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ. تفاصيل أوفى مع فوزية تاج. تجسيدا لقرار مجلس الوزراء، يأتي اجتماع قطاع التربية بممثلي جمعية أولياء تلاميذ وفي جدول الأعمال التنسيق من أجل البت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي. احنا رانا نتشاوروا إذا كانت الأمور تسمح باش نعود إلى الدراسة العادية، إن شاء الله هذا يخرج بقرارات مع اللجنة المختصة. السودة العليا ترى ما نرى نحن في مصلحة التلميذ في البداية وفي نهاية السنة الدراسية، وبذلك نثمن قرارات رئيس الجمهورية. نقول بلي قرار اللي احنا فرحنا بزاف، لماذا؟ لأن لأول مرة يعني كانت في الموضوع تاع مجلس الوزراء وين يطلبوا باش يكون فيه تنسيق بين القطاع اللي هو أهم، قطاع التربية وقطاع الصحة ومثيل الأولياء، وهذا الشيء جميل جدا، راح يخلينا بدون شك نعطيو رأينا فيما يخص كل التحضير الدخول للمدرسة. اليوم نحن نستشير أولياء التلاميذ ونستأنس برأيهم في هذا الموضوع لكي يتم إقرار نمط الدراسة في القريب العاجل للسماح للمؤسسات التربوية في بناء التنظيمات التربوية وتسليم جدول استعمال زمن الأساتذة والشروع في العمل.
وضمن أولويات الدولة كذلك لإنجاح الموسم الدراسي التحضير الجيد للشروع في تدريس اللغة الإنجليزية ومواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتأكيد على مواصلة الدولة في مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة لضمان استمرارية مجالية التعليم. وتحضيرا للدخول المدرسي، وبعد أن كانت ولاية تيسمسيل تحصي ابتدائية واحدة كمؤسسة نموذجية لاستقبال الألواح الإلكترونية، تستفيد أكثر من 12 مدرسة مع الدخول المدرسي من هذه الدعائم الرقمية، وهي التكنولوجيا التي ستغني التلاميذ عن ثقل المحافظ. مبادرة لقيت استحسان الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ على السواء، كما شهدت الولاية 28 مشروعا لهياكل تربوية تشمل الإنجاز والترميم والتجهيز. كما تعززت ولاية بومرداس بمنشآت وهياكل تربوية بأطوارها الثلاث على مستوى بلديات الولاية، وذلك لتحسين وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس، حيث وفرت كل الوسائل المادية والبشرية تحضيرا للموسم الدراسي الجديد. هذا وعادت السكينة من جديد إلى جبال ولاية جيجل بعد الحرائق الأخيرة، خاصة بعد جرد وإحصاء كل المتضررين من أجل رفع الغبن عنهم وإعادة بعث نشاطهم. عبد الرحيم شمعوني. بعد معاينة وإحصاء المتضررين، يواصل هؤلاء الفلاحون في إزالة ما تبقى من أطار الحرائق الأخيرة لإعادة بعث نشاطهم من جديد، منتظرين إجراءات التعويض على حر من الجمر. يا خويا شوف الحاله كيفاش، حالتنا كيفاش، الزيتون راح، النحله راحت، ايوا واش نقول لك؟ نشكر السلطات ترى ندخلوا يعني بكل القوه، وحصا ودي تحرقوا لهم الديار، دي تحرقوا لهم السجار، دي تحرقوا لهم السعايا. تحرق لي بولاي، تحرق لي الزيتون اللي معاه، والحمد لله الدوله راهي جات قيمت لنا الوضع تاعنا مليح، ونحسوا باللي الدوله راهي واقفه معنا. كاين بزاف الناس اللي يضروا من الحيوانات، من الطيور كما الدجاج، البيوت، كاين الناس اللي دخلوا حتى للديار، والحمد لله راه من كما نقولوا حنا الدوله راهي وقفت معنا، جاو حصاو كما نقولوا حنا الممتلكات، وان شاء الله راهم يوعدونا بالاخر بالتعويض. الهدف هو اليوم اعاده تهيئه هذه المسمارات الفلاحيه وادماجها وادخالها مجددا في الانتاج لاعاله هذه هؤلاء الفلاحين. هذا وتم اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعجيل في عملية تعويض العائلات المتضررة بهدف إعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لطبيعتها. شب ليلة أمس حريق مهول بسوق مغطى يتسع لسبعين محلا تجاريا وسط مدينة سطيف، ومباشرة بعد ذلك تدخلت وحدات الحماية المدنية للولاية لإخماد النيران، ولم يعرف لحد الساعة سبب هذا الحريق. ترقبوا مزيد من المعلومات عن هذا الحريق في نشراتنا اللاحقة. دوليا، أشاد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بالتزام تونس بمبادئ ومقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مرحبا بموقفها في التعامل مع قضية الصحراء الغربية بوضوح وحياد رغم المحاولات المكشوفة لخلط الأوراق وزرع البلبلة. وأعرب الرئيس غالي في رسالة إلى نظيره التونسي قيس سعيد في ختام أشغال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في إفريقيا، أعرب عن عرفانه وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وحيى الرئيس الصحراوي نجاح تونس في احتضان قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا، مذكرا أنه يستبشر خيرا بأن يفتح الآفاق الواعدة أمام تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين. في الشأن الأوكراني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسالها لبعثة إلى محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا لتقصي الحقائق حول مصدر القصف المتواصل للمحطة، ومن المنتظر أن يصل الفريق الذي يقوده المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال الأسبوع الجاري. هذا وكانت كل من موسكو وكييف قد تبادلتا التهم بشأن القصف الذي طال المحطة النووية، حيث نشدت على إثره موسكو مرات عديدة الهيئات الأممية لإرسال مختصين للتحقيق. وفي باكستان، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد منذ شهر جوان الماضي إلى 1061 هالكا، وإلى تهديم عشرات الآلاف من المنازل وغمر عشرات الآلاف من هكتارات الأراضي الفلاحية.
من جهتها أكدت السلطات الباكستانية أن فرق الإنقاذ ما زالت تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة. ختاما وفي الرياضة، وضمن منافسات كأس العرب لكرة القدم، تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من ختم الجولة الثالثة لصالحه على حساب المنتخب الإماراتي بثلاثية نظيفة تداول عليها محمد عبد المجيد في الدقيقة 12 وفتح إكساسي في الدقيقة 34 والثالث عن طريق مسلم أناتوف في الدقيقة 86، ليعبر المنتخب الوطني إلى دور الربع النهائي في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.